مرحبا. أهلين. أبي بيسلم عليك وبعت لك كنافة نابلسية من عنده من المحل. بس شو كنافة بالسمن العربي، رح تاكل أصابيعك وراها. يسلم وديات، شكرا. يا سلام، فعلا شي ظريف. ايه ابي بيحبك كتير ودائما بيستفقدك بالشغلات الطيبة. وانا بحبه كمان، القلب على القلب. بس عتبان عليك كتير، قال ليش ما عم تمرق لعنده على المحل؟ شو بدي ساوي؟ شوفت عينك، مالي فاضي. اسمعوا على الحكي، اسمعوا، قال ماله فاضي. قال والله اللي بيسمعك بيقول يا حرام الشغل لفوق راسك. شي عم بلك مالي فاضي؟ شو عم بكذب يعني؟ لكن بس فاضي تقعد بالقهوة. استغفر الله العظيم، ليش ودانين هلا؟ ما عم نقل، بس ابي بيحبك كتير. صحيح بالزمانات كان معند وما بده يعطيك ياني، بس هلا طري كتير. يعني معقول يضل معند بعد 15 سنة من جوازتي منك؟ هو بابا كان يخاف علي كتير، ما بتتذكر؟ طبعا بتذكر. وانتي ما بتتذكري لما كان بده يعطيكي لبيع البوزة؟ وانت الصادق صاحب معمل بوزة مو بيع بوزة. ايه وليش ما اخدتي؟ اسمه ونصيب. شو مناسبة هالسؤال هلا؟ كل هالقد زعلان لانك اخذتني؟ وليش لحتى ازعل؟ هذا نصيبي. طيب اذا ضليت ما عم جيب اولاد بتتجوز علي؟ لا لا ابدا ولو، معقول؟ طيب ليش ما رح تتجوز؟ حاجة كفاء الله، شو الشغلة للشبه؟ خلاص جربت وحدة ومشي حالي. ايه بس الرجال ما بيقدر يقعد بلا اولاد. انا بقعد. هالحكي من قلبك؟ ايه من قلبي. بعدين شو رح يجي من الولاد غير الهم والتعتير؟ ولك هاي ابو يونس مثال حي قدامك، عنده 5 اولاد والسادس على الطريق. لك الله وكيلك ما عم بيعرف ليله من نهاره وعم بيمشي حاكي حاله. طيب حليف بالله انك ما رح تتجوز علي. طمني ما رح اتجوز، مو معقول اوع بالطابوسة مرة تانية. حليف بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. وليش الحلفان هلا؟ هيك حتى يطمن قلبي. حليف لشوف. لا ستي ما راح احلف. شفت شلون؟ معناتها نيتك عاطلة. انا نيتي عاطلة؟ لكن ليش ما عم تحلف؟ امنتو بالله على هالنهار، لك شو صار لك اليوم؟ صحي انك سخيفة. وين رايح؟ رايح غير اوعي، وانزل على قهوة.